السلام عليكم متابعي قناة دعم مدرسي الأعزاء. إذا كما وعدتكم غيكون عندنا اليوم المراقبة الخاصة بالإكسبريسيون إيكريت بالنسبة للغة الفرنسية الخاصة بالمستوى الأولى إعدادي دائما. إذا كنا خدمنا لا لونغ وخدمنا الشيء الآخر في يعني جوج نماذج، وهنا عندنا نموذج ديال الإكسبريسيون إيكريت. كالعادة غنخلي لكم بي دي إف أسفل الفيديو إن شاء الله. إذا غادي نقراو ونشوفوا واش عندنا في هاد الإكسبريسيون إيكريت. لو ديبي دو كونت، البداية ديال الكونت. Relie par des flèches chacun du lexique du conte à sa définition. إذن هنا عندنا واحد لكسيك ديال الكونت، يعني كلمات كان يعني كنروجوها ملي كنكونوا كنتكلموا على الكونت، وهنا عندنا لا ديفينيسيون ديالها، الشرح ديالها او المعنى ديالها. La formule de début, la cause de départ, le portrait valorisant, le portrait dévalorisant, la fin d'un conte. يعني ديك الفورمول، يعني ديك العبارة ديال البداية. La cause de départ، يعني السبب اللي بدا به يعني القصة، يعني المشكل شنو وقع. Le portrait valorisant، يعني داك الوصف الإيجابي. Le portrait dévalorisant، يعني الوصف السلبي. La fin d'un conte، يعني النهاية. Le problème ou le nœud du conte, il commence généralement par un jour. إذن هذا هو la cause de départ، السبب ديال البداية. فهم هو le problème أو لا داك العقدة ديال الحكاية. Une phrase introduisant un conte comme il était une fois, il y a dit la formule de début. Une description négative d'un personnage, c'est le portrait dévalorisant. Négative, il y a dit dévalorisant. Elle peut être une fin heureuse ou malheureuse, il y a le fin. Une description positive, il y a un wasf ijabil, un shakhs, il y a un portrait valorisant. إذا الأمور بسيطة، ماشي يعني شي صعوبة في هاد الفروض هادي. غنجيو ليكسبرسيون إيكريت. سوجي في أن بورتخي ديفالوريزون دون سورسيير أ باغتيغ دي زانفورماسيون سي دوسو أونفيرون سينين. إذا عطينا هنايا واحد المعلومات، بورتخي ديال فيزيك والمورال والتوني فيستيمونتيغ، وبغاونا هادشي نستعملو باش نوصفو ندير واحد بورتخي ديال لا سورسيير، هاديك الساحرة، يعني في واحد ستة ديال الأسطور. إذا غنحاولو نديرو البورتخي ديالها فيزيك والمورال والفيستيمون تيغ. فيزيك يعني في الشكل ديالها، والمورال يعني في الأخلاق ديالها، والتوني فيستيمون تيغ يعني الملابس اللي كتلبسها. هو ماشي بالضرورة يعني هادشي غديه متابع، يعني نديرو بورتخي فيزيك والبورتخي مورال واحد مورال. لا، نقدر ندخل بورتخي فيزيك مع بورتخي مورال مع التوني فيستيمونتيغ، يعني يكون داكشي يعني نخلطوهم، ماشي بالضرورة يمشيو مرتبين. إذا غنبداو نكتبو لا سورسيير، يعني تقريبا هما حاطين جميع الأمور اللي غادي تحتاجها. إترو ليد، يعني خايبة بزاف. إترو لد. Elle a une tête énorme. Elle a une tête énorme. Elle a une tête assez كبير. Des yeux. إذن هنا تقدر تزيد، ماشي بالضرورة دير مثلا هاد لي زادجيكتيف اللي كاينين هنايا، تقدر دير لي زادجيكتيف مثلا اللي عارف انت بغيتي تزيد شي حاجة من عندك. إذن ماشي بالضرورة يعني تعدلي، انا داير ليكم هنايا 3 بوين دو سسبونسيون، يعني ممكن تزيد شي حاجه اخرى. نكتبو هذا، واخا غلوك. غلوك يعني اش نقولك، بحال الا ما فيهاش يعني حزينه، نقدروا نقولوا يعني فيها البؤس، فيها الحزن، بحال هذا النوع هذا. اذا غلوك، اذا اش غنزيدو؟ دي زوري لونغ. دي زوري لونغ. Des oreilles longues. نقدر نزيدو adjectif واحد آخر، يعني poilu، يعني فيهم شعر. Poilu مثلا. نقدرو نديرو، إذا نزيدو غندوزو دابا لوني. لوني إما نقولو pincé، ولا لوني تا هو pointu، ومثلا هابط حتى للذقن ديالها، يعني دي أني pointu كي ديسون جوسكو مونطون، يعني اللي هابط ليها حتى للذقن ديالها. إذا des oreilles longues poilu ولا poilu. هي قلنا le nez، اش نكتبو؟ long. et un nez، حيدو الفاصلة. et un nez pointu. بغيتي تكتب غير un nez pincé ممكنة، باش نزيدك حوايج اخرين وصافي. un nez pointu كي descend، اللي كيهبط، كي descend
حتى لو مونطون ديالها اللي هو الدقن ديالها جوسكو مونطون جوسكو مونطون نقطه ونزيدو سي دون غنوصفو لي دون ديالها سي دون اسنان ديالها كيفاش دايرين سي دون سون توت نوار كحلين سون توت نوار سون توت نوار افيك او اي بلين دو اذا خصني ندير لاكور دو لادجيكتيف صافي قلنا هنا نوار افيك او لان دون نون فيمينان اي بلين دو ترو عامرين بال يعني تقابي بلين دو ترو ها الي تري ميشون دابا غنشوفو شويه البورتري مو نقدر نوصف رجليها يديها كبار نقدر نوصف اي حاجه فيها اذا دو ترو واش تخليكم في هذا الشيء يعني بقى قريب لكم تقدروا تستعملوه دو ترو قلنا الي تري ميشونت الي تري ميشونت نقدر نزيد شي ادجيكتيف دي فالوريزون واحد اخر اي ماليسيوز مثلا اي مالي سيوز نقدر نكتب مثلا ال ديتيست لي زونفون كتكره الاطفال ال ديتيست ولا تو الموند ديتيست كتكره ال ديتيست تو الموند كتكره كلشي غنجيو دابا التوني فيستيمونتير ال بورت توجور كتلبس دائما ال بورت توجور ان غران شابو ان غران شابو كيفاش كيكون لو شابو ديال لا سورسيير بوينتو مقمقم من الفوق ان غران شابو نوار نزيدو حنا لي زادجيكتيف بوين بوينتو اي سي فيتمون اي سي فيتمون اي سي فيتمون سون سال اي ديشيري سون سال اي déchiré مقطعين déchi et déchiré elle porte aussi مثلا elle تكلموا على داكشي اللي لابسه في رجليها elle porte aussi كيبان اذا كيبان elle porte aussi deux bottes pointues deux تقدر نديرو غون المهم دو بوت بلا ما نعاودو بوينتو هنايا درناها بوت روج ولا نوار ولا اللي يعجبك دو بوت روج افيك مثلا دي لاسيل بالخيوطه يعني بال دوك اش كنسميوهم الخيط اللي كيكون في الصباط تيتسماو لي لاسي افيك دي لاسي افيك دي لا سي اذا بركه شحال درنا 1 2 3 4 5 6 7 واللي خطو كبير راه يعمر هاد الورقه هادي اذا بامكانك تكتفي بهذا الشيء ما قل ودل كنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله من هاد البرودكسيون دو ليكري كما قلت لكم راه سبق وحطينا جوج نماذج بالنسبه لخصوصا هادو نماذج خاصين باركور غنحط لكم ان شاء الله بالنسبه للغ دي فرونسي حتى هما غنحط لكم ان شاء الله نموذج ديال اللغه الفرنسيه ديالو اذا كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في الدراسه ديالكم غير ركزوا وعطيو الراس للقرايه ان شاء الله راه الامور صراحه ولات بسيطه بالنسبه لكم في الاولى اعدادي بالتوفيق.